الأسود يتقدمون بمركز واحد عالميا. في تقرير جديد تقدم المغرب مركزا واحدا إلى المركز 13 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وبرصيد 1658.32 نقطة يظل أسود الأطلس في المركز الأول إفريقيا أمام السنغال التي تحتل المركز 20 برصيد 1597.01 نقطة. كما يحتفظ المنتخب الوطني المغربي بالمركز الأول على المستوى العربي متفوقا على تونس صاحبة المركز 26 برصيد 1525.23 نقطة، وعلى المستوى العالمي لا تزال الأرجنتين في صدارة تصنيف الفيفا، تليها فرنسا والبرازيل فيما يلي قائمة المنتخبات العشر الأوائل في تصنيف الفيفا في تاريخ 21 سبتمبر 2023. المرتبة الأولى الأرجنتين، الثانية فرنسا، الثالثة البرازيل، المرتبة الرابعة إنجلترا، خامسا بلجيكا، في المرتبة السادسة كرواتيا، ثم هولندا والبرتغال وإسبانيا في المرتبة العاشرة. الفوتسال، المنتخب المغربي الأول إفريقيا وعربيا. حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على مركزه الثامن عالميا في التصنيف الذي أصدره موقع فوتسال وورد رانكينج المتخصص في تصنيف منتخبات كرة القدم داخل القاعة، ويحتل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة المركز الأول على المستويين القاري والعربي، ولم يشهد ترتيب العشر الأوائل في التصنيف العالمي للعبة تغييرا كبيرا، حيث لا يزال منتخب البرازيل في صدارة التصنيف متقدما على البرتغال وإسبانيا. وكان أشبال هشام الدكيك قد حققوا الفوز في المباراة الودية الأولى أمام الأرجنتين بحصة ساحقة 7-0، فيما تعادلوا سلبا في المواجهة الثانية ضد نفس المنتخب. كما فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في المباراة الودية على نظيره الدنماركي بثمانية أهداف لواحد. ترشح المغرب وإسبانيا والبرتغال على الطريق الصحيح، هذا ما صرح به وزير إسباني. وعلى صعيد متصل، أكد كاتب الدولة الإسباني للرياضات ورئيس المجلس الأعلى للرياضة فيكتور فرانكوس ديال مؤخرا أن الترشيح المشترك البرتغالي والإسباني والمغربي لتنظيم كأس العالم لكرة القدم هو الأفضل ويسير على الطريق الصحيح. وأشار فرانكوس في تصريحات للصحافة إلى أن الترشيح يسير على الطريق الصحيح، والاتحادات ألمانية على اتصال والحكومة الإسبانية ملتزمة وتبذل قصارى جهدها. وقال المسؤول الإسباني: الأمر الأكثر أهمية هو أن لدينا العرض الأفضل ونتوفر على حدود قوية لفوز بالرهان على تنظيم كأس العالم. وذكر في هذا الصدد أن رئيس الحكومة التصريف الأعمال إسبانيا بيدرو سانشيز عقد مؤخرا اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للتعبير عن دعم الحكومة لهذا الترشيح. وفي ختام اللقاء أكد سانشيز أن الترشيح المشترك للبرتغال وإسبانيا والمغرب لتنظيم كأس العالم يشكل مشروعا قويا وطموحا، وقال إن إسبانيا تعمل بمعية البرتغال والمغرب من أجل تقديم ترشيح متين لكأس العالم 2030. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلن عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030. ووضح جلالة الملك في رسالة بمناسبة تسليم جائزة تمييز سنة 2020 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي منحت لجلالته بالعاصمة الرواندية أن هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقا في تاريخ كرة القدم المغربية سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وبين شمال البحر الأبيض المتوسط والجنوبي وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي. وأضاف جلالة الملك أن هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات. يذكر أن اللجنة الثلاثية الإسبانية المغربية البرتغالية لتنظيم كأس العالم 2030 قد عقدت اجتماعها الأول نهاية الأسبوع الماضي في مدريد، ومن المقرر أن تجتمعها يوم 4 أكتوبر بالرباط بحضور رؤساء الاتحادات الثلاث. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.